إن جي أنور كل حاجة لها نظام، وبصراحة ما فيش أزمة في الدنيا بتضار بنظام وما بتتحلش. أكيد لما يبقى في نظام والكل يلتزم به هنعدي الأزمة بسلام، لكن المتابعة أهم من القرار نفسه. وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة لم يحدث أي تسريب للنتيجة، وتم نشرها بعد اعتمادها رسميا من الوزير. بعد هزيمته أمام الشباب السعودي، أحمد موسى الزمالك لعب حلو وكنت أتمنى له التعادل. إنجي أنور خطة تخفيف الأحمال تشمل 24 محافظة وتخرج منها 3 محافظات، وهي مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر، لانخفاض معدلات الاستهلاك بها. رئيس حزب الإصلاح والتنمية أتوقع انفراج بملف الحبس الاحتياطي في نهاية الحوار الوطني. حارس المغرب بديل سومر في بايرن ميونخ. الطبيب المعتدى عليه بمستشفى طب الأزهر في دمياط، محضرنا قائم ولن نتهاون في حقنا. الدكتور أحمد كريمة معلقا على وفاة ابن حسن يوسف، عبد الله حسن يوسف شهيد. محمد رمضان عن الإقبال على فيلم على الزيرو، حب متبادل بيني وبين الجمهور. الأهلي يعلن رسميا ضم النجم المغربي رضا سليم. ميدو الزمالك تعرض لظلم تحكيمي أمام الشباب السعودي. النائب محمد الفيومي نسبة تنفيذ قانون التصالح لم تتعدى 1% بسبب تعقيدات الإجراءات. بعد دفن نجلهما أشرف زكي، حسن يوسف وشمس البرودي متماسكان وحالتهما الصحية مستقرة. الاعتداء على طاقم مستشفى دمياط الجديد عضو نقابة الأطباء، البرلمان مقصر تماما. الأهلي يعلن رسميا ضم النجم المغربي رضا سليم. جهاد جريشة خبير تحكيمي، لا يوجد أي أخطاء تحكيمية مؤثرة خلال مباراة الزمالك والشباب السعودي، ولكن يعاب على الحكم كثرة البطاقات الصفراء للاعبي الفريقين فقط. فاروق الباز عن ذكرياته مع الثانوية العامة، نصف الدرجة منعتني من دخول طب القاهرة. الشهادات الدولارية، رئيس بنك مصر العميل سيحصل على دولاراته بنهاية المدة. أوسوريو الحكم لم يسيطر على المباراة والزمالك استحق ركلة جزاء. ساديو ماني يعلن رحيله عن بايرن ميونخ. جهاد جريشة خبير تحكيمي، ركلة جزاء الشباب السعودي التي احتسبها الحكم الليبي عبد الواحد حرويدة ضد الزمالك صحيحة، لأن الكرة اصطدمت بيد مدافع الزمالك. شرم الشيخ تفوز بجائزة أفضل فاعلية عربية للسياحة المستدامة. الفصائل الفلسطينية توافق على وقف إطلاق النار بعد اشتباكات بمخيم عين الحلوة بجنوب لبنان. ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات بمخيم عين الحلوة جنوب لبنان إلى 9 أشخاص. رسميا حسام البدري يتولى تدريب الزوراء العراقي. نوران جوهر بطولة الإسكواش عن شائعة التجنيس، أفتخر بتمثيل مصر دائما. المستكاوي عن لقاء الزمالك والشباب، خسارة الوقت الضائع في مشاهدة تلك المباراة. تغريم الإسماعيلي 90,000 دولار بسبب الإبواري كوليبالي. خبراء يتوقعون ارتفاع أسعار العقارات بصورة حادة في مختلف أنحاء العالم خلال العقد المقبل. 80% زيادة في أسعار السكر خلال يوليو، وتجار ارتفاعات غير مبررة. إيران تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل لا يصب لصالح السلام في المنطقة. وزير الخارجية السعودي لا يمكن قبول أي الاعتداءات المتكررة على القرآن الكريم تحت أي مبرر. شيكابالا للحكم الليبي بعد ركلة جزاء الشباب، لو عايزين تكسبوهم نخرج.
النائب عمرو درويش عن أزمة انقطاع الكهرباء. لازم نتحمل، مش أول أزمة تمر على المصريين. محافظ الغربية يشهد الجنازة العسكرية ويقدم واجب العزاء لشهداء بسيون ودفتا. خبير اقتصادي، مصر تدعم تنمية القارة الأفريقية في عهد الرئيس السيسي. تحركات مكثفة لتحقيق رؤية الدولة بزيادة الطاقة الفندقية والوصول إلى 30 مليون سائح و30 مليار دولار دخل. رسمياً 4 فرق تشارك في النظام الجديد لبطولة الصبر المصري. وزارة المالية، حققنا معدلات نمو إيجابية على مدار 7 سنوات وصلت إلى 6.6% في العام المالي الماضي. وزيرة الهجرة، نجهز لإطلاق مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية للمصريين في الخارج. رئيس بنك مصر، الشهادات الدولارية مغرية والإقبال عليها أكبر مما توقعنا. الأولى على الجمهورية في الثانوية العامة شعبة الدمج. أجريت 13 عملية جراحية وأحلم بالصيدلة. مشير الخطاب، مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون أشبه بفندق 5 نجوم.